أريج، بكرة يوم الثلاثاء هو أبرز الأيام على روزنامة السوريين بمختلف أطيافهم وبكل فئاتهم، كل ضابط وقته على توقيت 12 الظهر حسب توقيت دمشق لمتابعة مباريات الإياب لمنتخب السوري والأسترالي. فحلم تأهل سوريا لمونديال 2018 أصبح على بعد أميال بسيطة. يعني بالفعل نور، المنتخب السوري وحد قلوب السوريين جميعا وخلق الامل بقلوبهم بالتاهل لاول مره لنهائيات كاس العالم. حلم مانو سهل ابدا أكيد. من بعد 7 سنين حرب على بلدنا، لكن نسور سوريا بكل مباراه عم يقولوا للجميع انه ارادتهم ما بتلين، واكيد لحتى نضيء اكثر فنيا على مباراه يوم غد معنا الصحفي هاني سكر المتخصص برياضه كره القدم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل مشاهدينا. يسعد صباحك. قديش ناطر بكره مثل بقيه يمكن السوريين اللي ناطرين بكره المباراه على احر من الجمر؟ يعني يمكن مباراه بعد ثانيه عم نختبر احاسيس جديده ومشاعر جديده بانه كيف نحن نكون عم نستنى المباريات، كيف ممكن نتوتر، كيف ممكن تصير الاعصاب تتعب اكثر قبل المباريات. يعني الحلم اللي عم يعيشنا اياه المنتخب هو حلم كثير كبير، ما حدا مننا كان متوقع قبل بدايه التصفيات يمكن انه نحن نعيش كل هاي اللحظات الحلوه والصعبه بنفس الوقت. نتمنى بالنهايه بانه هي تكون النهايه جميله ونقدر بانه نحن نوصل فعلا ونحقق حلم المونديال، وبعدها كل شيء بيهون ان شاء الله. هاني نحن رح نتابع مع بعض فاصل ونرجع لنكفي حديثنا. الان كوره تعيد الامال لاولاد الحكيم لابناء سوريا. عمر السومح بكل الدعوات، يمشي عمر السومح حتى جول 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 لسوريا. السومح يجرح والسومح يداوي، هدف التعادل لسوريا. سوريا لا تستحق الخسارة هنا في ماليزيا، هدف التعادل في مرمى الكانكورو عن طريق عمر السومح. حلك يا نسر قاسيون، حلك يا النسر السوري، حلك يا النسر العربي، هدف لهدف في الوقت. يعني هاني، اثبت الفريق السوري انه كان في اداء عالي جدا، وهذا الشيء كان واضح لكل متابعين المباراه الماضيه، انت كيف بتقراها؟ يعني نحن حاليا اصبح فينا نقول بانه المنتخب السوري اصبح بين كبار اسيا. الشيء الاساسي اللي كان عم يبين بمباراه الذهاب انه نحن ما عاد عندنا اي خوف من اي فريق، ما في اي احساس بالرهبه نحن لما ندخل نواجه استراليا او نواجه ايران او اي فريق من كبار اسيا. فريقنا عم يدخل بتنظيم معين، في فكر، في اسلوب معين عم يحاول يطبقه بالملعب. شفنا بمباراه الذهاب قدام استراليا كان التفكير الاساسي بانه نحن بالشوط الاول نحاول ما نتلقى اي هدف، كان في اغلاق جيد جدا على اهم المفاتيح الاستراليه. منتخب استراليا بيعتمد بشكل كثير كبير على العرضيات وعلى التسديد من الخارج، مهاريا هو منتخب كثير ضعيف. منتخبنا عرف كيف يدخل المباراه الماضيه لما هو رجع تكتل بشكل جيد بالخلف، منع استراليا بانه هي تلاقي الحلول. كنا عم نحاول من خلال المرتدات، من خلال الكرات السريعه بانه المنتخب يلاقي الحل. كان في شيء بنسميه بسوء التوقيت، يعني لما تكون التمريره شوي متاخره اللاعب بيطلع تسلل، هذا الشيء كان عم يحرمنا بانه نحن نعمل هجمات خطيره. هذا بسبب لانه كمان عندك المنتخب الاسترالي عنده تمريرات، متعود على التمريرات الطويله والقدره البدنيه العاليه اللي عنده، كمان بتختلف على القدره البدنيه عند المنتخب السوري، لكن المنتخب السوري اثبت القدره يمكن التكتيكيه والفنيه باللعب. يعني نحن شفنا يمكن كيف دائما عندك ردات على مدار الوقت مفاجئة للمنتخب السوري، وفعلا يمكن استغلوا حجمهم. يعني بتلاقي صحيح في قدرة بدنية وحجم كبير للمنتخب الأسترالي، بس المنتخب السوري كان عم يلعب بطريقة كتير جميلة. قديش فعليا اليوم لازم يعتمد على هاي النقط الإيجابية المنتخب السوري يستغلها بمباريات بكرة؟ هو تماما، يعني استراليا دائما بتحاول انه هي تجر الخصم للعب البدني، بتحاول قدر الامكان بانه تخليه يتعب بالمواجهات، يتعرض لكثير من الاحتكاكات. وعنيفين حادين المنتخب الاسترالي. يعني وهن بتمتعوا بامكانيات جسمانيه ممتازه، بنعرف بانه استراليا هي دوله متطوره فعليا بكره القدم، يعني تحضير الاطفال من عمر صغير على حتى انه هن يحصلوا على بنيه جيده، على فكر جيد، ببلش من عمر كثير صغير على عكس معظم دول اسيا. بالمجمل الشيء اللي نحن لازم نركز عليه ممكن مشابه للشيء اللي فكرنا فيه بالذهاب اللي هو موضوع السرعه. منتخب استراليا عنده بنيه جيده لكن ما في عنده سرعات عاليه، خاصه بالنسبه للدفاع، عنده خط دفاعي كثير بطيء. نحن هذا الشيء لازم كنا نشتغل عليه بمباراه الذهاب، حاولوا لاعبينا بالعديد من المحاولات، لكن يعني مثل ما قلنا كان في شيء من سوء التنسيق.
هذا الموضوع إذا نحن بنستغله بالإياب، إذا بنحاول نظهر لأستراليا بأنه نحن منتخب قادر يظهر مهارة، قادر بأنه يلعب تمريرات بين بعض اللاعبين. منتخب عم يلعب كمان ضمن إمكانيات محدودة، لما تقول عندك منتخبات عالمية عم تلعب بأهم الملاعب وتتدرب مع أهم يمكن المدربين العالميين، نحن ضمن ظروف حرب عم نعيشها، فكمان هي نقطة تحسب للمنتخب السوري أنه ضمن إمكانيات محدودة وضمن وقت كتير قصير عم يتم تدريبهم. طبعا اكيد، يعني حتى نحن شفنا قبل عديد من المباريات المنتخب كان في لاعبين عم يجوا ينضموا للمره الاولى لمنتخب سوريا، كنا عم نسال كل الوقت كيف رح يكون الانسجام بين هالعناصر. صعب كثير بقلب التصفيات، نادرا جدا حتى على الصعيد العالمي نشوف منتخبات عم ينضموا للاعبين جداد بقلب التصفيات ومع هيك المنتخب عم يحسن اداؤه وعم يقدم شيء افضل. هي وحده من العلامات الايجابيه جدا كانت بالنسبه لمنتخبنا بالتصفيات الحاليه، بانه نحن يمكن كنا كل جولتين او ثلاثه عم نشوف دخول لاعبين او ثلاث لاعبين جداد، مع هيك الانسجام ما عم يقل بين عناصر المجموعه. هذا الشيء بيوضح بانه في شغل حلو جدا كان من المدرب ايمن حكيم لحتى هو يعمل انسجام من العناصر، حتى العناصر الجديده لما كانت عم تنضم كانت عم تحكي عن دور المدرب بخلق الاسلوب الواحد بمنتخب سوريا. كمان الاجواء الجيده جدا الموجوده بين اللاعبين بالمعسكر اللي عم نشوفها دائما من الصور او الفيديوهات او التمارين، هذا الشيء عم يعكس لنا ليش اللاعبين عم ينسجموا بسهوله بجو المنتخب السوري. الطموح كثير كبير عند اللاعبين، هذا الشيء كمان عم يساعدهم اكثر بانه هن يدخلوا بالاجواء، والنتائج عم نشوفها بانه هن عم يلعبوا بتماسك وبروح كثير كبير بالملعب. يعني من احدى الاشياء الجميله والنقاط الايجابيه يلي كثير عم يتم يمكن تسليط الضوء عليه وهي عم تكون واضحه هو انسجام اللاعبين مع بعضهم وهالالفه اللي بيناتهم، لكن الجمهور اليوم زعلان لانه خريبي ما راح يشارك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، قديش برايك هذا الشيء راح ياثر على لعبه بكره؟ طبعا نحن بنعرف خريبين اصبح من اللاعبين اللي عندهم خبره اسيويه جيده، عم نشوفه مع نادي الهلال بدوري ابطال اسيا كان عم يعمل اداء مرعب، لكن يعني الشيء الجيد بانه نحن اصبح في عندنا تقريبا مجموعتين من اللاعبين، يعني اي لاعب عم يغيب عم يكون في بديل جاهز لنعوضه. مرينا بظروف كثير صعبه من بدايه التصفيات، خسرنا كثير من اللاعبين، دائما كان في بديل وبديلين وحتى ايام ثلاث بدلاء ببعض المراكز. اليوم المدرب عنده خيارين اساسيين لتعويض عمر خريبين، الخيار الاول اللي هو مارديك مارديكيان اللي عم يكون هو بديل ذهبي بكل المباريات واثبت بانه هو بدنيا قادر بانه هو يقدم شيء جيد، الخيار الثاني هو فراس الخطيب. بالنسبه لكثير ناس بتتمنى بانه تشوف فراس خطيب كبديل مو كاساسي، لانه عم نستفيد منه كبديل بشكل كثير ممتاز لما عم يتزا باللعبه الماضيه، يعني كان واضح تماما يعني، ولكن ممكن بالنسبه لحسابات المدرب بانه نحن نشوف فراس خطيب اساسي، لانه نحن في عندنا العديد من الغيابات بين بالروح القياده بالنسبه للفريق واستغلال وجوده بالمنتخب، يعني يكون فراس الخطيب لاعب اساسي باللعبه بحيث ما يكون باخر توقيت متواجد، يعني يكون متواجد، كانت الناس عم تتساءل انه يكون بالشوط الثاني او من بدايه اللعبه، لأنه فعلا كمان وجوده مهم، حتى الانسجام الواضح معه مع باقي اللاعبين كمان له فرق إيجابي تماما. يعني حتى بالنسبة لمعظم اللاعبين السوريين المحترفين بالخارج هنا بيعتبروا فراس الخطيب مثل الأخ الكبير دائما للكل، هو اللي بيجمعهم هو اللي بيساعدهم. في شيء مهم كمان بموضوع فراس، انه نحن اليوم عم نفتقد لقلب الدفاع احمد الصالح اللي هو كان فعليا قائد للمنتخب بمرحله طويله، عم نفتقد بالمباراه الجايه لخالد مبيض اللي كمان هو كان عم يلعب دور قيادي بالوسط. دائما يعني بعلم المدربين وبالحديث دائما بيقولوا بانه كره القدم ليست مجرد تكتيك واسماء لاعبين، هي بحاجه لروح، بحاجه لقائد، بحاجه لشخص يكون موجود بالملعب بحال مثلا لا سمح الله منتخبنا تلقى هدف، هو يروح للاعبين يواسيهم، يرفع من معنوياتهم لحتى هن يرجعوا يكفوا المباراه. فراس الخطيب هذا الدور ممكن يكون مطلوب منه بحال لعب الاساسي، نحن بحاجه لشخصيه قياديه بالملعب، هذا الشيء اللي ممكن يخلي فراس ياخذ مكان عمر خريبين، لكن بكل الاحوال ايضا في عندنا مارديك اللي هو خيار مهم جدا، عندنا خيارين حلوين وبيبقى الموضوع بايد المدرب. طيب خلينا نحكي عن يمكن المناخ اللعبة، كان الرطوبة العالية معروفة بماليزيا، هي الرطوبة العالية ويمكن المناخ يمكن القريب على مناخنا نوعا ما للساحل، قديش ممكن له أثر إيجابي على اللعبة فينا نقول؟ يعني نحن بنعرف يعني سواء بالنسبه لماليزيا نحن اعتدنا نوعا ما على مختلف الظروف، يعني لما لعبنا خمس مباريات هنيك جربنا المطر وجربنا الشوب وجربنا مختلف الظروف اللي كانت موجوده بماليزيا، منتخبنا نوعا ما كان حاس بانه هو عم يتعود وعم يتاقلم على هذا الملعب، ممكن شوي ظروف الذهاب منعتنا بانه نحن نقدم افضل اداء ممكن، لانه شفنا المنتخب كان حابب يلعب كره هجوميه، حابب ينقل نقلات جميله، الرطوبه شوي وصعوبه ارضيه الملعب بهي الاجواء كانت ما عم تساعده بسيدني، ممكن بس يكون كان لعب قوي، يعني ما كان له أثر كتير كبير على أداء اللعبة، يعني شفنا بالشوط الأول كان في لعب حلو بس بالشوط الثاني كان لعب أقوى، يعني ما أثر بشكل كتير.
حتى المعلق قال كان الشوط الثاني هو شوط الرجال، أبناء الرجال، من قد ما كان في لعب كتير جميل للمنتخب السوري. لا طبعا، يعني هو الاعتياد يعني صار مسألة أساسية بالنسبة للاعبين، صاروا هنا متعودين على ظروف الملعب، على ظروف المناخ، حتى صار في عندهم شيء من التفاؤل بملعب ماليزيا، اعتبار انه نحن ما خسرنا اي مباراة على هذا الملعب لحد الان بملكة، لازم نرجع رامحين يعني فعلا، يعني ولو انه اكيد بنتمنى بانه نرجع نلعب بالشام قدام الجمهور، حرام مثل هاي المباريات ما تكون قدام الجمهور السوري، يكون الجمهور السوري عم يأزر منتخب بالملعب مثل ما عم نشوف كثير من المنتخبات، مثل ما شفنا مصر امبارح قدام 80,000 متفرج. حرام منتخب سوريا ما يكون عم يلعب قدام هذا الكم. ان شاء الله ان شاء الله، يعني الالعاب ترجع على ارضنا وبيرجع هالحماس اكثر وتشجيع على ارض الواقع بسوريا. يعني هاني جاليه سوريه باستراليا وايضا اتحاد الطلاب عم يشتغلوا شغل كمان كثير كبير لحتى تكون كل المباريات بكل يعني اقسامها وبكل شيء بيتعلق فيها الامور ماشيه تمام. 11,000 بطاقة تم بيعها مبارح، قديش هذا الشيء ممكن هيك بالفعل يأثر إيجابا على المباراة وعلى اللاعبين عم يشوفوا يعني أبناء سوريا عم يشجعوهم وعم يكونوا معهم بالملعب؟ هو هذا الدعم جدا أساسي بالنسبة للمنتخب، لأنه نحن بنعرف بأنه المنتخب الأسترالي بأرضه هو منتخب مختلف تماما عن منتخب أستراليا اللي بيلعب خارج الأرض. أستراليا على أرضها بخمس مباريات بالمرحلة الأخيرة من التصفيات فازت بأربعة، تعادلت بوحدة، عندها سجل خارق كثير على أرضها، تعودت بأنه هي حتى تربح بنتائج كبيرة. لما منتخبنا بيشوف هذا الدعم رح يكسر شوي حاجز الرهبة اللي موجود بموضوع أستراليا. 83,000 متفرج بملعب سيدني هو رقم هائل كثير، كثير من الصعب مواجهته، بس لما بصير في 11,000 سوري او 12,000، لما الجاليه السوريه بتبلش استقبال من حتى المطار حتى بالمباريات الماضيه كان في هتاف للمنتخب السوري، عم تسمع وانت عم تحضر المباراه كان في نسبه كبيره كمان. في اطول علم كمان رح ينفرد بقلب الملعب بسيدني 50 متر طوله. فعلا يعني هو دائما بيقولوا المنتخب السوري وين ما راح في له جمهور، يعني شفنا حتى بماليزيا كان في تعاون كبير من الجاليه السوريه بماليزيا حتى هن يهونوا على بعض الوصول للمدينه ملكه اللي كانت عم تصير فيها مباراه المنتخب، في كثير اشخاص ساعدت بانه هي كل الجاليه تحاول قدر الامكان تتواجد. ذات الشيء عم نشوفه حاليا باستراليا، في رجال اعمال كثير ساعدوا الاشخاص لحتى انه هن يشتروا البطاقات للمباراه لحتى يدخلوا على الملعب، نتمنى بانه هي المؤازره نشوفها كثير مؤازره حقيقيه بالملعب، الجاليه لحد الان عم تقدم كثير دعم بالنسبه للمنتخب، نتمنى هذا الدعم يستمر ويكون ايجابي بالملعب، لانه يعني من الضروري مباراه استراليا ممكن تكون مختلفه جدا عن كل شيء واجهناه بالسنين الماضيه. استراليا منتخب كثير صعب، عنده بارضه قدرات كثير كبيره، ريح بعض اللاعبين بمباراه الذهاب لحتى يكون جاهز بمباراه الاياب، لهيك الجمهور راح يكون له ممكن دور كثير كبير لحتى يساعد المنتخب. يعني هني سريعا توقعاتك للعبه بكره؟ يعني بالتأكيد الأمور صعبة جدا، يعني نحن دائما متفائلين بالمنتخب، بنعرف بأنه المنتخب رح يلعب مثل العادة للدقائق الأخيرة، ممكن الظروف صعبة لكن يعني في عندي توقع أو أمل بأنه منتخبنا بكرة رح يتعادل 2-2 ويتأهل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، كلنا آمال بأنه منتخبنا نصور قاسيون يحقق نتيجة مرضية، لأنه كل السوريين يمكن ضبطوا ساعتهم على توقيت بكرة على توقيت المباراة. هاني سكر الصحفي المتخصص بالمجال الرياضي وكرة القدم، شكرا لوجودك معنا وللمعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا كثير. شكرا لكم، بالتوفيق لمنتخبنا. شكرا لك. أما هلأ